الشهر السادس من الحمل يبلغ طول الجنين 28 سنتيمتر، أما وزنه فيزن 560 جرام. يتحرك كثيرا بما لا يقل عن 20 إلى 60 حركة في نصف ساعة. إنه حساس للغاية لحالة أمه العاطفية، خصوصا التوتر. جميع الهياكل والأعضاء للجنين الذي يبلغ عمره 6 أشهر في مكانها الصحيح. تستمر أعضاؤه التناسلية التي تظهر الآن بوضوح على الموجات فوق الصوتية في النضج على مستوى الجهاز العصبي. وصلت الخلايا العصبية إلى عددها النهائي. سوف تتميز الآن بينما تقوم الأعصاب بإنشاء شبكتها في جميع أنحاء الجسم والدماغ، وينتج نخاع العظم خلايا الدم البيضاء والحمراء. الآن يبتلع الطفل الكثير من السائل الأمنيوسي الذي يعالج في كليتيه، ثم يرفضه على شكل بول. إذا لم يتنفس بالمعنى الدقيق للكلمة سيفعل ذلك عند الولادة فقط، فإنه يمتص السائل الأمنيوسي من خلال التنفس ما يساهم في نضوج الرئة. هي خطوة مهمة جدا بالنسبة للجنين عند الولادة. يبلغ طوله 33 سنتيمتر، أما وزنه فهو 870 جرام عند نهاية الشهر السادس من الحمل. يصبح بطن الحامل أكثر قوة كما تتسارع زيادة الوزن. اعتبارا من الشهر السادس يتوافق مع وزن الطفل الذي ينمو يوما بعد يوم مع وزن الزوائد كالمشيمة وكيس الماء التي تتطور أيضا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطفل، كذلك مع احتياطات الدهون والتي تتشكل بقصد الرضاعة الطبيعية. ينصح بمراقبة منحنى وزن الحامل أثناء الحمل. يمكن للحامل أن تفعل ذلك بنفسها عن طريق وزن نفسها بانتظام. خلاف ذلك يقوم الطبيب بإجراء قياس الوزن أثناء الاستشارات السابقة للولادة، ويختلف متوسط زيادة الوزن أثناء الحمل وفقا لمؤشر كتلة جسم المرأة قبل الحمل. على سبيل المثال، المرأة التي لديها مؤشر كتلة جسم طبيعي بين 19 و 26 تكتسب ما بين 11 و 16 كيلو جرام. من الممكن التحكم في وزنك خلال الشهور التسعة، ومن الأفضل تجنب زيادة الوزن في الشهر السادس لتجنب المخاطر التي يمكن أن تسبب ولادة مبكرة. ينتقل مركز ثقل الجسم إلى الأمام. تبدأ المشيمة في التغير. تتسبب الأقواس الخلفية في الشعور بالألم في بعض الأحيان تحت تأثير الطفل الذي يشغل مساحة أكبر ويدفع الأعضاء الداخلية إلى الأعلى، لكن أيضا نتيجة التشريب الهرموني الذي يبطئ إفراغ المعدة قد يظهر ارتداد الحمض. إن الإمساك شائع أيضا. يستهلك الجنين في عمر 6 أشهر الكثير من الأكسجين، ما يؤدي إلى فقر الدم الذي ينتج عنه التعب وضيق التنفس. عادة ما يوصف فحص فقر الدم في هذه المرحلة من الحمل. يتبعه إذا لزم الأمر مكملات الحديد. مع اقتراب دخولك الثلث الثالث من الحمل تزداد احتمالية الولادة، ما قد يثير بعض المخاوف عند الأم. يؤدي التشريب الهرموني إلى تضخيم هذا المناخ العاطفي الهش، كما يجب عليك القيام بهذه الأمور أو الاستعداد لها خلال الشهر السادس من الحمل. يجب أن تجتازي الزيارة الخامسة الإلزامية، ويجب فحص سكر الحمل. هذا ليس إلزاميا لكنه موصى به بشدة للأمهات المستقبليات التي يعتبرن في خطر، وهم في حالات إذا كانت الأم فوق سن 35 عاما، أو إذا كان مؤشر كتلة جسم الحامل 25، أو إذا كان لديها تاريخ من مرض السكر من الدرجة الأولى. وقد حان الآن في هذا الشهر الاعتناء بنفسك. مارسي تمارين الاسترخاء والتنفس والتي تسمح لك بالاسترخاء والعثور على نوم هادئ. إن إمالة الحوض هي سهلة في الأداء، تخفف من الظهر بشكل فعال. ليس من السابق لأواني استخدام وسادة الرضاعة عند وضع بين الساقين في وضع الاستلقاء على الجانب، فإنه يتيح لك العثور على وضع مريح أثناء الليل. من الطبيعي أن نتخيل الولادة ووضعها المستقبلي كأم. لا تترددي في التحدث عن ذلك مع المحيطين بك. قد تشعرين في الشهر السادس ببعض الانقباضات
من المهم التشاور بسرعة من أجل السيطرة على الانقباضات أثناء المراقبة وفحص عنق الرحم واستبعاد أي تهديد بالولادة المبكرة.